صباح الخير. اليوم رح نعمل فاصوليا خضراء بالخضار اللي هي بطاطا وجزر. كتير هالأكلة لذيذة صراحة، بتمنى تجربوها. هلأ أول شي بقطع اللحمة مكعبات وبغسلها وبنظفها كتير منيح، وطبعا بضيف لها شوية لية. أنا من عشاق اللية بصراحة. هلأ هون بحطها بتنجرة الضغط وبحط غمرتها مي، وبضيف اللية برضو أهم شي. وهلأ رح أسلقها ربع ساعة بس. هلأ بس سلقتها صفيت ميتها وحطيت شوية زيت ورح أحمرها شوي. هلأ هون ضفت لها الفاصوليا الخضراء، رح أضيف لها البطاطا والجزر. هلأ هون هيك رح أشوحهم بس يدخل هيك البخار فيهم شوي وأغطيهم. رح أضيف لهم الشوربة. هلأ الشوربة عبارة عن معلقتين كبار صلصة، أربع حبات بندورة، وثلاث دروس توم. هلأ بضيفهم بالخلاط وبحط لهم معلقة كبيرة ملح ومعلقة صغيرة سكر ومعلقة صغيرة فلفل أسود. طبعا السكر بحطه لحتى يسحب لي حموضة البندورة والصلصة. هلأ بضيفهم للخلاط، بضيف شوربة اللحمة عليهم وبضربهم. هلأ رح أضربهم كتير منيح لحد ما يصيروا ناعمين. طبعا البندورة ما بقشرها، خليها بقشرها. هلأ هون رح أضيفهم على الخضرة، وأول ما يوصلوا عندي لدرجة هاي الغليان أول غلوة يعني بضغطهم، برجع بالطنجرة الضغط 7 دقايق بالضبط بس وبطفي عليهم. وهيك رح أكل أروع فاصوليا. جربوها صراحة ما رح تندموا، كتير لذيذة. وبقدم جنبها رز مفلفل مع شعرية. وصحة وهنا، بتمنى تجربوها على طريقتي. أكيد هلأ ما رح نستنى، رح ناكل. سلام.